بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة الصحة والجمال، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الخبير. برنامج الخبير احنا دايما عارفين ان احنا بنقدمه أنا وعلا عمرو، برحب بيها الأول. ازيك يا علا؟ أهلا بيك. برنامج الخبير دايما بنتكلم على الأجيال أو صراع الأجيال. الجيل القديم بيبقى دايما له رأي وله شكل وله طباع، والجيل الجديد برضو له طباع وله شكل وله نظام، ودايما في وجه اختلاف ما بين الاجيال. علشان كده النهارده انا استعنت بالخبره في المجال النفسي والتعليمي عشان نقدر نعرف منهم الفرق ما بين الاجيال القديمه والاجيال الحديثه في مجالات متعدده. الاول هرحب بضيوفي اللي شرفوني النهارده في الاستوديو، الاستاذه هالة عمر الاخصائيه النفسيه، اهلا بك يا استاذه هالة، والاستاذ احمد سمير مدرس اول اللغه العربيه باداره السلام التعليميه. اهلا بيك يا استاذ احمد. اهلا بيك. انا عايز ابدا الحوار النهارده بان احنا في المجال الاول النفسي. المجال النفسي زمان كان الاخصائي الاجتماعي في المدرسه له دور ربما ما يكونش كان واضح زمان او مش فعال، لكن كان موجود. النهارده الدور بقى اقوى. انا شايف ان النهارده الاخصائيين الاجتماعيين بيشتغلوا، يعني زمان ما كانش بيشتغل. ده زمان عشان كانت نفسية الطالب مختلفة عن نفسية الطالب النهاردة. زمان كنا نتعاقب في المدرسة، ما كناش بنتعرض على أخصائي اجتماعي. النهاردة ما فيش عقاب إلا لما يفوت على الأخصائي الاجتماعي الأول وهو صاحب التصرف في العقاب أو 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 أو. نقدر نفهم ده إزاي يا أستاذة هالة؟ طبعا في البداية أنا بشكر سيادة المستشار على استضافته لينا النهاردة، وبشكر الأستاذة علا على استضافتها لينا النهاردة. بداية الناحية النفسية بالنسبة للطالب مهمة جدا، من خلال الناحية النفسية المستقرة، من خلال الناحية النفسية المتزنة، بيقدر الطالب يقدر ان هو يحصل دروسه، يقدر ان هو يقدر يتوافق مع المجتمع المدرسي. كل الاتجاهات دلوقتي متجهة ناحية الناحية التربوية اكتر، الناحية النفسية بالنسبة للطالب، بحيث ان الطالب لما يكون انسان محترم، انسان ذو خلق، طبعا ده بيخليه ان هو يقدر يعيش او يتعايش في المدرسه بصوره طيبه في وسط زمايله، سواء في علاقته بمدرسينه، سواء في علاقته بزمايله في المدرسه. طبعا زمان كان في يعني افضل من دلوقتي بالنسبه للناحيه السلوكيه، لان دلوقتي غاب شويه القدوه نتيجة طبعا التكنولوجيا الحديثة. فبدأ الطالب بدل ما يستقي المعلومة من الكبار أو الأكبر منه سنا أو من الأب أو من الأم، بدأ ياخد المعلومة عن طريق السوشيال ميديا، عن طريق زمايله، عن طريق النت. فطبعا أحيانا بتدخل عقله أفكار مغلوطة، فبالتالي ده بيؤثر في شخصيته جدا جدا، بالتالي بيعرضه المشكلات نتيجة ان هو ما بيبقاش عارف ايه الصح من الغلط، ويبتدي ان هو يعني تصرفاته يبقى فيها نوع من عدم الاتزان. فاصبح دلوقتي اهم حاجة في التربية والتعليم ان بنركز قوي على تربية الطالب، بنركز على اخلاقياته، وبعد كده بنبتدي ان احنا نشوف الناحية التعليمية. لو الطالب متزن وذو اخلاق كويسة، بيبتدي ان هو يقدر ان هو يحصل دروسه، ما يبقاش فيه عنده اي مشكلات نفسية بتعوقه ان هو يحصل دروسه، او بتعوقه ان هو يروح المدرسه، او يختلط، او يبقى حابب ان هو يروح المدرسه ويبتدي بقى يمارس انشطه من هذا القبيل. طيب. ايه رايك يا استاذه هالة، ايه الفرق ما بين زمان في الاخلاقيات ودلوقتي في الشباب؟ اولا زمان يعني كان في ترابط اسري اكتر من دلوقتي. فعلا يعني حضرتك تلاحظي دلوقتي ان مفيش ترابط اسري. زمان كان يعني نظرا للظروف الاقتصاديه والظروف الاجتماعيه اللي دلوقتي، اصبح ان يعني مفيش قدوه. زمان كان في قدوه، كانت التربيه عن طريق القدوه دي افضل حاجه. دلوقتي مفيش يعني قدوه بالنسبه للطالب، فبيبتدي ان هو متخبط في تصرفاته، مش عارف ايه الصح من الغلط، مش عارف يحدد اتجاهاته ويحدد اهدافه نتيجه لغياب القدوه. بسبب طبعا مفيش جو اسري في البيت، بسبب عدم وجود جو الاسري. وطبعا زي ما قلت التكنولوجيا والتليفون والنت والكمبيوتر، اصبح ان الطالب ليه اتجاهات وليه يعني اهتمامات اخرى. وكل وقته اصلا بيبقى على
التكنولوجيا والفيس وكده. بالظبط كده. فاصبح ده في نوع من الـ يعني عدم الـ عدم الـ 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 يعني ما عندوش حته ان هو يبقى حابب يبقى يعني فوق هو جاي دلوقتي في جو اسري. هو دلوقتي عايش على الفيس منعزل شويه. ايوه اكتر ما هو عايش في الجو الاسري في البيت. بالظبط في عزله يعني. اصبح ان كده. الاسره دلوقتي كل واحد يعني منغلق على نفسه بالنسبه للموبايل او الحاجات دي كلها. فده بيأثر طبعا. طيب نروح للاستاذ احمد نساله سؤال شاغلني قوي. اتفضل. حضرتك مدرس لغه عربيه ومدرس اول لغه عربيه ثانوي. اتفضل. بس انا شايف ان اللي بيوصل للمرحله الثانويه في التدريس قادر يقرا نفسيه الطالب اكتر من المراحل التعليميه الثانيه. لانه تقريبا بيكون الطالب في حاله نضوج كويس. تمام. وسلوكياته بتتغير في الثانوي. دايما سلوكيات الطالب بتتغير في الثانوي. صحيح. هي من اعدادي بتتغير بس بتبان قوي في ثانوي. صحيح. لان بيبقى كبر اذا كانوا ولاد او بنات يعني. ايه الفرق بقى ما بين زمان ودلوقتي في ده؟ يعني زمان كنا بنشوف الطلبه سلوكياتهم حتى اللي في ثانوي حتى المشاغبين كان الشغب بتاعهم مش مهين، الشغب مش تقيل، شغب مع احترام. غير دلوقتي. هي في البدايه زي ما حضرتك بتقول الموضوع مختلف تماما بين الطالب في المرحله الثانويه ونهايه المرحله الاعداديه وما قبلها. يعني احنا بنقول ان اول ما بيخش المرحله الثانويه هو بيبقى طالب سن 15 او 16 سنه، يعني بدايه مرحله المراهقه او متوسطها. فالفكره بالنسبه له هو بيخش المدرسه هو شايف ان الكل اللي موجودين بدءا من المدرسين والاداره المدرسيه نهايه بابوه وامه هم انداد ليه. يعني هي الفكره كده. دلوقتي الولد شايف ان والدي ما ينصحنيش، انا عندي عقل وعندي تفكير وعندي قدره على الاختيار احسن من والدي، مدرسي ما ينصحنيش، انا عندي عقل وتفكير وقدره على الاختيار احسن من مدرسي. فبتحصل الفجوه من دلوقتي. الاب والام والمدرسين عندهم خبرات اكتر منه بكتير، وهو شايف نفسه ان هو بقى راجل وكبر ويستطيع ان هو ياخد القرار. فبتحصل الفجوه من هنا. الفجوه ان الولد شايف نفسه سلطان زمانه زي ما بيقولوا او سيد قراره، فكل حاجه لا يبدا بقى مش راضي ينفذ. لو في صحبه سيئه تبدا تعينه على ده. يعني مثلا احدى التجارب في ولد كان بدءا من تانية ابتدائي لحد تالتة اعدادي ملتزم اخلاقيا وسلوكيا وتربويا وعلميا بكل المقاييس. الولد دخل المرحله الثانويه يكاد يكون اتبدل، اتغير، اتبدل. مش هو يعني هو ممكن يكون سامعني دلوقتي هو عارف ان انا بتكلم عليه هو شخص، لان انا بحكم تجاربي انا بتعامل مع السن ده. الفكره باختصار انت او الولد فكرته انا زمان كنت ضعيف، كنت مكسور، كنت بتاع بابا وماما، كنت التلميذ اللي ماشي جنب الحيط. النهارده هو شايف نفسه بقى ان انا لازم ابقى راجل ولازم يبقى ليا قوه ولازم اتخانق ولازم. فاحنا لازم نغير المعايير عند الولاد. الولد لازم يبقى فاهم ان النجاح مش ان انت تبقى قوي، النجاح مش ان انت تبقى تضرب، النجاح مش انك ترد، لا ده ممكن بادبك وباخلاقك تبقى انت متفرد والناس تحبك. هي دي البدايه. طيب ايه الطريقه لعلاج علاجهم التربويه؟ ايه انا شايف ان العنف سواء قولي او بدني ما بينفعش في المرحله دي. المرحله دي ما ينفعش فيها عنف لان هو راجل. شئت ام ابيت حضرتك شايفه طفل، حضرتك شايفه ابن، حضرتك شايفه لسه الطفل الصغير اللي انت لسه مربيه وهو شايف نفسه راجل. فلو وقفنا الند بالند يبقى انا كده عملت زيه، هو شايفني ند وانا شايفه ند يبقى احنا كده مش هنتفق. انما انا لازم هنزله يعني هصاحبه. فكره النجاح لازم يثق فيا نمره واحد، لازم يحس ان انا بفكر بتفكيره او بتخاف عليه. اهم حاجه يعني انا بنصحك مش عشان انا احسن منك، مش عشان انا عندي خبره. يعني انا لما اقول له كل ما هقول له انا خبرتي احسن منك فانا بنصحك هو مش هيقبل ده. انما تعالى نفكر سوا في حلول ليا وليك، احط عقلي قصاد عقلك. هي الخلاصه كيف تكون صديق للمراهق. لو انا عرفت اوصل للنقطه دي هنجح معاه. فقدت بقى الرابط ده يبقى ان شاء الله مفيش مشكله. بس معقوله كل المدرسين تقدر تتوصل لده وعندها المهاره لده؟ السؤال بقى للاستاذه هاله ولحضرتك. يعني نبدا بالاستاذه هاله، هل كل مدرس عنده القدره على ان هو يقوم يتعامل مع الطالب ويوصل لتفكيره ويقدر يسيطر على تفكيره ويخليه يسوقه ويسمع كلامه؟
حضرتك في الوقت الحالي اصبح ان كل مدرس لابد ان هو يعمل حاجه زي دي علشان يقدر ان هو يسيطر على الطالب، لان لغه الحوار الطالب مفتقدها في البيت، فبالتالي لازم يبقى في لغه حوار في المدرسه، لازم يبقى في لغه وعلاقه طيبه بين المدرس والطالب عشان يقدر الطالب ان هو يبقى بالنسبه له المدرس ده قدوه حسنه، يقدر ان هو يتعامل ويقدر ان هو يسمع كلامه ويقدر ان هو يسمع النصيحه بتاعته. فدلوقتي كتير جدا من المدرسين اصبح بيتجه للاتجاه ده عشان الطالب يبدا ان هو يتعامل معاه. طب رايك يا استاذ احمد؟ هو باختصار المدرس اللي هينجح في ده هو اللي هيحافظ على شعره معاويه، بمعنى الولد هيحبني وهيثق فيا وهيهبني وهيحترمني. لو انا قدرت احقق الاربعه هقدر اوصل، بمعنى هكون صديق بس مش صديق هسمح له بكل شيء، لا برضه في حدود ان انا مدرسه. يعني زي ما بنقول ان الولد يقول لي اسراره ويقول لي خباياه ويقول لي مشاكله ويبقى عارف ان انا لو عارف او لو شفته عمل غلط هعاقبه. يعني مش بقول ان انا صاحب الولد فانا هسايره في كل اللي بيعمله، لا انا هصاحبه بحيث انه لما يجي ياخد خبره ياخدها مني بدل ما يروح لصاحبه. ما هو لانه لو راح لصاحبه صاحبه زيه فالاثنين هيصدروا لبعض خبرات سيئه. الموضوع ده هيجي بالثقه، هو ان الولد لازم يثق في المدرس. يثق يعني المدرس ما يبقاش انا اسف جاي له عشان خاطر ماده او جاي له عشان خاطر شيء تاني، او المدرس بيحبني وعايزني اكون كويس. المدرس اللي هيقدر يوصل لتلميذه ده هو اللي هينجح، الباقي هيبقى القصه قصه سنه وعدت وبعد كده ما شفناهوش تاني. من استاذه هيرة، من وجهه نظرك ازاي نتعامل مع الجيل الحالي في ناحيه الاجتماعيه والنفسيه؟ اولا الجيل الحالي تحسي ان هو اكثر وعي من الاول، لانه طبعا عنده معلومه غير زمان، هو بيستقي معلومات كتير، فبالتالي هو عايز مش هيقتنع باي كلام بيتقال له. يعني لازم يبقى فيه نوع من اولا علاقه طيبه، في حب التعامل بين اللي بيتعامل مع المراهق، لازم يبقى عارف طبيعه التغيرات الفسيولوجيه اللي بتحصل في جسمه عشان يقدر يتعامل، لانه احيانا ممكن ينطوي، احيانا هو مش فاهم ايه اللي بيحصل جواه، فاحيانا يجيله انطواء يبقى عنده منطوي، احيانا تلاقيه ان هو صوته عالي قوي، احيانا ان هو مش عايز يتعامل يتكلم. هتبص تلاقي ان هو تصرفاته فيها نوع من التضارب، محتاج قوي ان حد يسمع له ويتكلم معاه ويبتدي ان هو يحط له قواعد، مش بصوره امر، لا بلغه حوار زي ما استاذ احمد قال، لغه الحوار بين المدرس وبين الطالب، كمان لغه الحوار في الاسره من ناحيه الاب. الاب والام دورهم مكمل لبعض، فلازم يبقى فيه استمع للطالب او للطفل او للمراهق، استمع له واسمع كويس قوي عشان اقدر افهم وجهه نظره. وعلى فكره مش عيب ابدا ان احنا نسمع له لما يقول لا. طب احنا عايزين نعرف هو بيقول لا ليه، ما هو من خلال لا اللي هو بيقولها دي هنبتدي نكون فكره عنده، بس يسمع فكره وجهة صح نظره. مش عشان ان هو بيقول لا واحنا يعني بنعترض، نديله فرصه ان هو يشرح وجهه نظره. بالظبط كده، لازم نديله فرصه ان هو يقول وجهه نظره، وكمان نديله فرصه ان هو يعني يعبر عن رايه، تعبيره عن رايه هنقدر نعرف ايه اللي بيدور في دماغه. في اسره ممكن تجبر ابنها لا يبقى هي لا، يبقى بالزبط. لا ما تمشيش اللي انت عاوزه. بالظبط كده بيفقد شخصيته بالزبط. فبالتالي بيحاول ان هو يعمل حاجه غلط عشان يلفت النظر ليه، فده طبعا خطا كبير. طب نعالج الموضوع ده ازاي؟ بنستحي بقيه الاسره؟ اول حاجه لازم الاسره يبقى فيه وعي عند الاسره، طبعا عن طريق وسائل الاعلام، عن طريق حاجات كتير جدا، ندوات في المدارس، لازم يبقى فيه تواصل بين المدرسه والاسره بحيث ان الطالب يبقى البيت عارف هو بيعمل ايه في المدرسه، المدرسه عارفه شخصيه الطالب ايه او ايه المشكلات اللي ممكن يتعرض لها. من خلال التواصل بين المدرسه وبين الاسره هنقدر نوصل لشخصيه كويسه جدا وشخصيه متزنه، وترجع القيم والاخلاق زي زمان. يا ريت. بس تحس استاذ احمد ان الطالب في السن اللي هو من 16 لل 18 حتى مع والدته مش والده اكيد بيتغير. طبعا يعني مثلا ما يقبلش منها اوامر، تقول له ذاكر يقول لها مثلا انا حر او مش هذاكر او مش دلوقتي، يرد يعني. وممكن صوته يعلى على والدته طبعا في الوقت في السن صحيح. ده ما يدركش يعني مثلا يجي يتكلم ويروح قال لها مالكيش دعوه بيا، يتكلم بطريقه مش لايقه غير ما كان عليه الاول صحيح. اللي هو السن من ال 15 لل 18 سنه، او مثلا رايح في حته مثلا ما يرضيش يقول انت رايح فين. انا حر. انا حر. ما تسالنيش رايح فين. وما تسالنيش انا خارج او انا نازل.
او ما يستأذنش انه ينزل، يفتح الباب وينزل. بيبتدي ده يتغير بعد كده لما بلاقيه دخل الجامعه. يعني بشوف ان بيبتدي يهدى بقى واحده واحده، لما بيخش الجامعه بيبتدي واحده واحده يرجع تاني المرحله اللي كانت قبل ال 15، انه يسمع، ما يردش مردات مش حلوه، يبتدي يتزن. ده تاثير التعليم والتربيه ولا الحاله النفسيه بقى؟ لا، تاثير الناحيه النفسيه، لسبب انه خلاص كده اصبح التطورات اللي جواه بدات تهدى، يعني بدا يدخل في مرحله ان خلاص كده الناحيه العقليه هتبتدي تنضج. ما هو التعليم بيضيف له بالظبط. يعني التعليم، فتره التعليم اللي هي من 15 18 تمام بتضيف له. ما هي اضافت ايه؟ اضافت ايجابي ولا اضافت سلبي؟ ما هو المفروض ايجابي. ما على حسب البيئه التعليميه اللي هو متواجد فيها. ما حضرتك احنا بنكمل بعض، بمعنى يعني هو الولد ماشي. في السن ده معانا اتصال، الاستاذ كريم من القاهره اتفضل. الو، السلام عليكم وبركاته. استاذ كريم ازي حضرتك؟ ازي حضرتك؟ اهلا بيك. الو اتفضل حضرتك، سامعك. ايوه الظاهر الخط قطع. فزي ما بقول لحضرتك، هي الفكره مرحله المراهقه هي تغير فسيولوجي وتغير عقلي وتغير نفسي. الثلاث محاور لو انا قدرت وظفتهم لصالح المراهق ولصالح انا كبيئه اسريه وكبيئه تعليميه، هقدر اخرج من المرحله دي زي ما بنسميها كده باقل الخسائر. يعني خلينا بقى، احنا هنخسر هنخسر ولد ما كانش بيزعق بقى يزعق، ما كانش بيذاكر بقى يذاكر، ما كانش كان بيصلي ما بقاش يصلي، ما كانش بيدخن بقى يدخن. نقطه مهمه جدا، يعني حضرتك لو هتدور على المدخنين، فئه المدخنين كلها، مش هتلاقي مدخن بعد 20 سنه. مظبوط. نادرا. اللي هو اللي قدر يحافظ على نفسه من 15 ل 20 خلاص مش هيدخن تاني. انما وقع في الفخ ده، فخ بقى اصدقاء السوء، لا انت راجل، لا انت ازاي ما تشربش، يعني فكره طب ما تاخد سيجاره يبقى انت عيل، انت خايف من والدتك، فبيبدا يحاول يفرغ الطاقه دي كلها في اضعف حد قدامه. فاضعف حد قدامه والده بيبقى صعب، لان والده هو الرمز وهو القوه، فبيفرغ ده في الام. فبتبدا بقى المفترض ان الام تبدا تتقبل ده وتحاول تطوره ايجابيا ليها، ولا تخسره وتقول له هقول لابوك، ويجي يروح الاب متعامل بعنف. فالولد يبقى خرج بره اطار الاسره، بقى فريسه بقى لاصدقاء السوء، خلاص الموضوع كده ممكن لا قدر الله يوصل لمخدرات. احنا عندنا مشكله تانية هنتكلم فيها دلوقتي، وهي الادمان في السن ده. طبعا هنروح للحاله النفسيه بالنسبه للادمان للاستاذه هاله. حضرتك اولا انتشار الادمان بين المراهقين طبعا راجع ان السن ده بيبقى سن الصحاب، يعني هو بيتاثر بصاحبه اكتر ما انه هو بيتاثر في البيت، فصاحبه هو اللي بيأثر في سلوكياته. غياب الوعي في الاسره هو بيعمل ايه او بيروح فين، بعض التغيرات اللي بتحصل عليه طبعا الاسره ما بتاخدش بالها، فبيبتدي الموضوع يتطور معاه، بيبدا بالتدخين وبينتهي للادمان. فلازم يبقى فيه زي ما قلت لحضرتك، لازم يبقى فيه لغه حوار نقدر نسمع مشكلاته ونقدر نحاول ان احنا نعالج، مش بصوره امر لا، بصوره حوار، وحوار بناء، ان احنا نقدر نوصل منه هو ايه اللي بيفكر فيه، طب ايه الدافع اللي خلاه يوصل لمرحله الادمان، يعني ايه اللي خلاه يدمن؟ اكيد عنده مشكله ما، سواء في الاسره او في المدرسه، او هو عايز يثبت وجوده، فممكن يضر نفسه ان هو عايز يثبت وجوده. يعني لو في عنف في الاسره هتبص تلاقي ان هو عنده نوع من الانطواء او نوع من الخجل، وعايز يطلع طاقته في حاجه مثلا، وما عندوش وما عندوش شخصيه. فهو عايز يظهر ان هو عنده شخصيه، او دي الحاجه اللي هو بقى قادر هو يعملها، وللاسف بتبقى غلط. طبعا زي ما قلت لحضرتك الغياب الدور الاسره مهم جدا معنا. جدا. الاستاذ كريم رجع لنا تاني من القاهره. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام استاذ كريم، ازيك؟ ازي حضرتك؟ اهلا بيك. ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك. اولا انا بشكر حضرتك جدا على موضوع الحلقه، لانه من الحاجات المهمه جدا لاصلاح شيء ما من المجتمع اللي احنا بنعيش فيه في مصر. اكيد ده بيهمنا. الطالب اللي هو الطالب هو اساس المجتمع، وهو أكيد. بداية الدولة في النهضة اللي موجودة دلوقتي. لازم كل واحد فينا كمدرس يعرف ان كل طالب في المرحلة عمرية مختلفة بيبقى بيتعرض لأسباب او اضطرابات نفسية معينة. احنا بقى كمعلمين لازم نبتدي ان احنا نتعامل مع الاضطرابات النفسية دي باختلاف المراحل السنية. حضرتك يعني بتدرس مادة ايه؟ مادة التاريخ.
كويس. تمام. الاضطرابات النفسيه بتاعه الطالب بتختلف من المرحله العمريه للتانيه. يعني مثلا في المرحله الابتدائيه الاضطرابات غير الاضطرابات اللي موجوده في المرحله المتوسطه اللي هي الاعداديه غير الاضطرابات اللي موجوده في المرحله الثانويه، وده كله على عكس الاضطرابات اللي بتبقى موجوده عند الانسان الناضج الكبير. يعني مثلا الطالب في المرحله الثانويه بيبقى عنده حاجه، يعني في بعض الطلبه بيبقى عندهم اضطراب نفسي اللي هو الاكتئاب. الاكتئاب ده مش زي احنا مثلا الراجل الكبير لما بيجي له الاكتئاب ده بيبقى عنده عدم الرغبه في الحياه او عدم الاستمتاع في الحياه والكلام ده، لا، الرغبه هنا او الاكتئاب هنا ساعتها بيبقى نوع من انواع العنف اللي هو بيستخدمه او عدم تقبل الاخرين، وده ناتج من غياب القدوه حاليا. دلوقتي في المجتمع عندنا في مصر للاسف في غياب للقدوه، وده بسبب عده اسباب، من اولها الجزئيه اللي الدكتوره هاله اتكلمت فيها وهي الترابط الاسري وغيابه شيء ما في المجتمع. اهم حاجه ممكن تصلح الاضطرابات النفسيه او التعامل مع الطلبه هو ان يكون الطالب سوي من الناحيه، من يعني جاي من البيت عنده نوع من الترابط الاسري، لانه هيبقى عنده نوع من تقبل الاكبر منه سنا، يعني هو يبقى متقبل البني ادم الاكبر، فلما يبص للمدرس بتاعه بيبص له على انه قدوه زي ما بيبص لوالده زي ما بيبص لوالدته. اما عشان غياب النقطه دي هي دي اللي بتاثر بشكل كبير جدا على العمليه التعليميه، دي اللي بتعمل الفجوه اصلا يعني. هي دي اساس الموضوع كله. هم نقطتين هم يحلوا المشاكل دي كلها، اولا ان يكون في قدوه ويكون في حاله من الترابط الاسري، دولت الكلمتين اللي ممكن يحلوا لنا المشاكل دي. لكن للاسف حاليا القدوه منعدمه، لان خلاص بقى الاتجاه كله نحو التمثيل والأغاني والكلام ده، هي اللي بقت القدوه غير الاول. كان حتى المجتمع زمان كان بيبص للقدوه لازم بني ادم المتعلم على حسب يعني وجوده في او قيمته التعليميه او قيمته العلميه. دلوقتي للاسف القيمه العلميه ما بقاش ليها دور زي ما مثلا القيمه الفنيه او الكلام ده. يعني لو جينا وقفنا مثلا مدرس وفنان هتلاقي الطالب بيسمع او القدوه بتاعته الفنان اكتر من المدرس، وده ما كانش موجود زمان. مظبوط. عشان كده المجتمع في الحاله دي محتاج ان يعيد القدوه للمدرس. تمام، اشكرك يا استاذ كريم على المعلومه الجميله دي، وهو ده فعلا اللي احنا هنتكلم عنه دلوقتي، ان دايما الطالب اتجاهاته في القدوة بتاعه اختلفت عن زمان. طبعا. زي ما الأستاذ كريم قال دلوقتي إنها راحت للفنان، شايف فنان قدوته، شايف الدور الأكشن بتاعه، عايز يتخانق، عايز يفرد عضلاته، عايز يعمل حاجة مش مظبوطة وكده يعني. يعني دي اتجاهات الطالب اللي هي في السن اللي احنا اتكلمنا عنه من ال 15 ل 18 سنة، تأثيره النفسي، التلفزيون نفسه والبرامج اللي بتتقدم والأفلام اللي بتيجي في التلفزيون بتأثر على نفسية الولد، وخصوصا طبعًا الولاد طبعا مش بالزبط. البنات بالزبط. البنات ليها اتجاهات تانية، فمش عارف. هي زي ما حضرتك قلت، انا هاخد من كلام المستر فكرة احنا دلوقتي قدوة ولادنا مغني لاعب كرة فنان وياريته بقى. يعني احنا زمان على جيلنا كان حتى الفن عمرو دياب، محمد فؤاد، محمد منير، ناس بتقدم شيء يتسمع على ايام انا، معلش حضرتك، عبد الحليم، ام كلثوم، واحنا برضو لحقنا بس الجيل ده. كان القدوه بتاعي فريد شوقي وعادل امام، حتى الفنانين، الفنان فريد شوقي والفنان عادل امام مثل يحتذى به. انما ان حضرتك النهارده احنا عندنا المهرجانات ولا تعليم ولا قرايه ولا كتابه، ممكن يكون انا اسف جاهل ولا يعرف اي حاجه وهو مثل اعلى وقدوه. يعني خلينا نقول ان الولد لازم يبقى عنده قدوه حتى في الفن، تبقى شيء محترم. احنا من يومين او الاسبوع اللي فات كله احنا بنتفرج على فيلم الممر، حاجه تشرف، جميل، حاجه تشرف. ايه المشكله ان الولد تبقى دي قدوته، يبقى قدوته بطل من ابطال مصر. خلينا نخوض في المجال ده. يعني الممر عمل معادله في خلال الاسبوع اللي فات انا شفتها مع طلابي، كل طلابي بتتفرج عليه ومعجبه بيه جدا. قال لنا ان احنا ممكن تقدم شيء جميل وهادف وياخد شهره وياخد اهتمام وياخد الولاد. يعني انا عندي ولاد في المدرسه لحد امبارح معجبين جدا بالفيلم. فيلم بيقول احداث تاريخيه، بينمي عندك تاريخك وتاريخ بلدك وذكرى تاريخيه عظيمه على قلوبنا كلنا.
ذكرى اكتوبر، فتنمي الوازع ده عند المصريين، خلي القدوه تبقى كده. انما القدوه واحد انا اسف ده في سباب في الاغاني، ده في اغاني فيها سباب. هو مين قال كده؟ طبعا لا. وحضرتك انا اسف هزود حته، احنا بنقول المرحله الكبيره. انا النهارده انا ابني عنده 7 سنين او 8 سنين بيتكلم، الولد والبنت، البنت 7 والولد 9 بيغنوا الاغاني دي. وحضرتك هتقول لي انت السبب، ما هو انا السبب، انا همنعها في البيت. بيجي لي في الباص سامح، باص المدرسه، مشي في الشارع سامح، فانا انا هقدر احافظ في بيتي. انما طب والشارع هعمل فيه وعيش بره بقى بره. طيب معانا اتصال، هناخد اتصال بعد اذنكم. الو. الو. ايوه ازي حاجه ساعه المستشار، عامل ايه؟ اهلا بيك، اتعرف بيك مين؟ كريم من القاهره. اهلا وسهلا بيك يا كريم. الحمد لله. احب بس اوجه الشكر للمستر احمد سمير، كان المستر بتاعي في يوم ومعرفه شخصيه وكده. ايوه. وحابب بس اضيف كام نقطه كده عشان يعني فتره ثانوي وكده عن تجربه عموما. انت يعني في ثانوي ايه الاول؟ انا لسه مخلص ثانوي. طيب تمام، دخلت كليه ايه؟ كريم معلومات. عرفت صوته. احب بس يعني فتره ثانوي وكده كنا بنعاني في حاجه منها، اللي هي فتره التصحيح، كانت صغيره لدرجه ان في ناس كتير السنه دي مثلا اتظلمت كده. فيعني لو مثلا يطولوا فتره التصحيح، يعني يدوها مجال اوسع عشان ما حدش يتظلم، يبقى في يعني مراقبين كده يعني يطولوا بالهم علينا شويه وما بيصححوا، عشان في ظلم كتير قوي حصل السنه دي. فيعني الفتره كانت قصيره وكده، فالدنيا كانت باظت كده عندنا في ثانوي. يعني عايزهم وهم بيصححوا يتحروا الدقه شويه في التصحيح، ويطولوا المده بتاعه التصحيح شويه، يعني مش يستعجلوا على اعلان النتيجه بسرعه، يعني يطولوا فيها شويه. تاخير النتيجه إيه؟ عشان يصحح براحته يعني. يعني اللي هي ما حدش يتظلم، ما حدش يكون يتظلم في حاجه، ما حدش يخش الكليه اللي هو مش حاببها. ما هو ده ما يعني. هنا ما هنا بتقابلهم برضو مشكله الدور الثاني، ما في مواد ممكن الطالب يجيب دور ثاني ويبقى عنده وقت يقدر ان هو يلحق يذاكر الدور الثاني ويخش امتحان ويرجع بعد كده تظهر نتيجه ويقدم تنسيق وكده. في ناس في الدور الاول اللي هي خلاص راحت وورقها راح وكده، بس اللي هو ايه، فالفتره بتاعت الدور الاول دي بيكونوا ايه يعني اتظلموا، والفتره بتاعت الدور الثاني بتبقى اقل من الدور الاول بكتير. فبيبقى في ماشي في خلق شويه في التصحيح وكده، لكن الدور الاول بيبقى العيب كله على المراقب والمصحح، فالدنيا بتبوظ شويه. مظبوط. طيب شكرا يعني لو يوسعوا مثلا المجال وكده. طيب شكرا يا كريم على اتصالك يا كريم، وهنناقش الجزئيه دي. برضه بيتكلم عن تصحيح الثانويه العامه، ان الوقت من انتهاء الامتحان لغايه ظهور النتيجه فتره بتخلي المصحح مضغوط في التصحيح، فممكن ان هو يخطا في تقدير الدرجات للطالب. هي الفكره ان الثانويه العامه بقى لها فتره بتبتدي اول اسبوع في 6، بتخلص بالكتير يوم 2 او يوم 3/7، النتيجه بتظهر 15/7، لان انا عندي دور تاني يوم 10/8 عشان انا عندي سنه دراسيه جديده يوم 22/9. فهي الفكره حضرتك، احنا مرتبطين بمواعيد كلنا. الفكره ان ولادنا، يمكن انا كريم ابني واخويا الصغير، احنا بس عايزين نفهمه حاجه، هي يعني اغلب الناس نظنهم على خير وبيتحروا الدقه في التصحيح. يعني المدرس لما بيروح يصحح، هي طبعا ما بيبقاش واحد، ده بتبقى اللجنه مثلا فيها 10 15 واحد. طيب انا عايز اقول لو زاد بقى المصحح، يعني بدل ما انا ما اخلي 10 مصححين او 15 مصحح في لجنه بيصححوا، اخليهم 25 او 30، بحيث ان المصحح ياخد يشتغل نص اللي هو بيشتغله، عشان ايه؟ يبقى متاني اكتر. هو ده هيحصل الدرجات. هو ده من الناحيه النظريه كويس. بس حضرتك انت هتاخد حد ممكن يكون ما بيدرس، ما انت لما هتزود العدد يعني هتستعين، هتبعد عن الماده، هتستعين لا نفس الماده بس ما بيدرسش نفس المنهج، هيبقى القصه مرتبطه بالنموذج الاجابي. بالنموذج الاجابي، وهي دي المشكله. يعني في بعض الطلاب كانت يتخيل ان هو حلل صح ويروح يراجع الامتحان يلاقي نفسه نازل غلط. هي الفكره نظام البوكلت اللي في الثانويه العامه، فكره ازاي تشتغل على الجزئيات مش على الكليات. يعني هو البوكلت فكرته كلها كده، فكره ان الامتحان 58 سؤال، فاشتغل فيه على جزئياته، فالولد ممكن يتسال في جزئيه فيجاوب اجابه يا قبل يا بعد، ويفكر نفسه ان هو مجاوب صح. ويخرج ده انا حلل صح، ويراجع ده انا حلل صح، ويبص يلاقي نفسه في مشكله. فهي الفكره هتيجي منك انت كطالب بالتمرينات الكتيره على طريقه الامتحان،
وطبعا لو في امكانيه ان احنا نوفر مدرسين اكتر ونوفر لهم جو من الراحه بحيث ان هو بيصحح يبقى مطمن ومرتاح ومش حران ومش متضايق وما عليهوش كم كبير، هيبقى الموضوع احسن من كده ان شاء الله. مظبوط كده. تمام. ايه رايك يا دكتوره هيرة في عدم التوافق التعليمي ما بين الزوجين؟ ده بيأثر على الاولاد؟ يعني مثلا الزوج واخد شهاده عاليه ومثلا البنت معاها مثلا دبلوم وكده، ده بيأثر على تربيه الاولاد؟ هو مش قبل ما ناخد الاجابه نطلع اتصال. معانا اتصال. الو. الو سعد المستشار. اهلا وسهلا. منور الدنيا انت وضيوفك. عيسى الفلاح مع حضرتك. مين؟ عيسى الفلاح. اهلا وسهلا بيك يا حاج عيسى. الله يبارك فيك، منور القناه انت وحضرتك. حبيبي. الراجل اللي مع حضرتك ده بيتكلم كلام مظبوط. هو طبعا مش قادر الاغاني اللي في الميكروباص وفي الشارع، هو هيمنع اللي في البيت. طب وباقي المجتمع؟ مظبوط. ما عند حضرتك اللي رايح يدرس في المدرسه اما يعمل فوضى اخلاقيه في الشارع، اما يقول الفاظ بذيئه في الشارع، اللي هي اسمها التربيه والتعليم، قبل التعليم في تربيه. صحيح. النهارده دي مش موجود. ما ده موضوع حلقتنا النهارده، احنا بنتكلم في كل الاتجاهات. بنتكلم في التربيه وفي التعليم. احنا عاوزين حضرتك توعي الناس كده و ما يكونش في فوضى اخلاقيه في الشوارع، وتكون الطلبه ملتزمه والطالبات ملتزمين، لان احنا في اكبر دوله في الشرق الاوسط هي الحضاره. طبعا. ماشي، شكرا يا استاذ عيسى وكتر خيرك على الاتصال. نرجع للاستاذه هلا. ايوه الاستاذه. هو السؤال طبعا اللي انت قلتيه حلو جدا استاذه علا. اولا احيانا بيبقى الاب والام مختلفين في المستوى الثقافي، ولكن ممكن يكونوا في بينهم تفاهم وفي ناحيه اخلاقيه كويسه جدا، فبيبقى دورهم مكمل لبعض. يعني مش كل الاسر ان يبقى اختلاف المستوى التعليم بين الاب والام ده بيؤثر. احيانا بيبقى في تفاهم بين الاب والام ده بينعكس على استقرار الاسره، فبالتالي بيخلق اولاد اخلاقيات كويسه جدا، متزنين نفسيا، لان هم شافوا جو من الاستقرار في البيت. فممكن يكون الاب والام متفاهمين بالرغم ان حد منهم في التعليم اعلى شويه، بدليل ان اهالينا ما كانوش على درجه جامعيه في التعليم، ولكن كان عندهم ثقافه حياتيه، كانوا بيقدروا ان هم ازاي يقراوا ويجيبوا الجرايد، كانوا بيقراوا كتير وكانوا بيعرفوا ازاي يعني يتعاملوا وازاي يربوا تربيه سليمه. فتلاقي كل الاجيال اللي طالعه عندها قيم واخلاق. الاب والام كان بيقعدوا مع الطفل بيذاكروا له، دلوقتي ما فيش الكلام ده. بالظبط كده، كله طارق بالظبط. غياب دور الاسره زي ما بتقول يا استاذه علا، غياب دور الاسره برضو اثر على شخصيه الطالب كتير جدا. فلما بيبقى الطالب عنده قدوه في البيت جيده. طيب هنطلع فاصل ونرجع نكمل الاجابه تاني. ورجعنا لكم بعد الفاصل، ونرجع تاني لضيوفنا الاستاذه هاله والاستاذ احمد سمير، وهنرجع للسؤال اللي كانت بتساله علا للاستاذه هاله. نستكمل الاجابه تاني من الدكتوره هاله. كنت بتساليني ان يا ترى ان الاب والام اختلاف الثقافه في التعليم او الثقافه التعليميه بينهم بيؤثر. يعني برضو بكمل بقول لحضرتك لا، لو في تفاهم بين الاب والام بيخلق بعد كده جيل مهذب، جيل بيعرف يعني يتعامل لانه واخد قدوه طيبه في البيت. ففي حاله ان هما الاثنين دورهم مكمل لبعض بغض النظر عن الناحيه الثقافيه، فده في النهايه بيؤدي ان هما بيربوا تربيه صحيحه او بيبقى في تنشئه اجتماعيه صحيحه. بدليل زي ما قلت لحضرتك يعني الاب والام اللي هما دلوقتي اولادهم كبروا دلوقتي وبقوا اجداد، في عندهم قدوة وفي عندهم قيم وعندهم أخلاقيات. مش شرط كلهم، في منهم ناس كانوا على الفطرة ما كانوش متعلمين. صحيح. وكانوا على الفطرة ومع ذلك خرجوا جيل محترم. بالزبط. جيل مهذب، جيل عارف يواجه يعني صعوبات الحياة بطريقة كويسة جدا، عنده مبادئ وأخلاق في التعامل مع الناس. بالظبط كده، بالظبط كده. طيب نروح للأستاذ أحمد ونقول له السلوكيات بقى بتاعة الطلبة.
السلوكيات اللي هي التربيه. احنا انا شايف برضو ان وخصوصا طلب الثانوي اللي هو عدى اللي هو شاف نفسه كبر، البنت اللي شافت نفسها برضو كبرت، بيحصل السلوكيات متغيره. انا شايف السلوكيات الحديثه اليومين دول كانت مختلفه خالص عن سلوكياتنا واحنا في ثانوي. طبعا ده سببه ايه؟ انا بشوف مهازل. بص هي في البدايه يا فندم يعني احنا بنقول الولد والبنت، لا ده احنا لو هنتكلم عن البنات احنا محتاجين حلقه لوحدها. لان الموضوع لا يعني ايوه صح ده ليه؟ ايه؟ هقول لك ليه؟ لا ده جميل. الولاد في الاول وفي الاخر حدودهم بتخرج خناقه سيجاره اقصى حاجه ادمان. التلاته طبعا حاجات سيئه كوارث، بس لو احنا ركزنا في واحد اتنين تلاته اربعه خلاص احنا عرفنا الحلول ايه. انما المشكله دلوقتي احنا كان عندنا يعني البنت تخاف تتكلم، تخاف تمشي، تخاف تتلفت، تخاف تبص وراها. لا دلوقتي البنت خلاص بقت زي ما بيقولوا كده اوبن مايند، فاللي هو ده ممكن دلوقتي تقف هي تعاكس ولد في الشارع. ده احنا بنشوف بنات بتشرب سجاير في الشارع، ده احنا بنشوف الكافيهات حدث ولا حرج. فالامور التطور الاخلاقي او اللا اخلاقي بقى لو هنسميه مع البنات دلوقتي خلاص بقى الامر الا من رحم ربي زي ما بيقولوا. هو ده كله رجع الاسره في الاخر. في الاول وفي الاخر هي فكره الاسره. يعني انا هقول لحضرتك حاجه يا معلم استشار، والدتي ربنا يديها الصحه كنت في طالب في ثانويه عامه وكانت بتجي لي المدرسه تسال عليا كتب ولا ما كتبش وخد ولا ما خدش. تخيل انا ولد شايف نفسي راجل وحاسس في لحظه ان ممكن والدتي هتيجي تسال عليا، ابويا هيجي يسال عليا. النهارده انا اسف احنا بنودي ولادنا المدارس وما بنسالش، قابلنا المستر صدفه، يا مستر ابني عامل معاك ايه؟ كويس طب شكرا. انما انا عايز اتابع، انا عايز كاب ابني داخل بالبيت الساعه واحدة بالليل اعرف هو كان فين، ابني نازل مسافر مع اصحابه يومين اعرف رايح فين. ما كانش زمان في الكلام ده، ما كانش في الكلام ده. ده احنا انا اسف كانوا بيفتشوا في هدومنا شارب ويشمك شارب سيجاره ولا مش شامم. انما انت النهارده الولد ممكن يبقى بياخد فلوس والاب عارف انه رايح يشتري سيجاره وما بيكلموش. فهي زي ما قلنا وزي ما قالت علا، هي فكره وزي ما قالت الدكتوره في الاول، احنا لو حلينا موضوع الاسره حصل تفاهم، حصل كل واحد عارف دوره. يعني زي ما قلنا مش شرط ان يبقى ده هو متعلم ولا هي مش متعلمه، لا انا عارف دوري هعمل كده وانت عارف دورك هتعمل كده، ومش هنغالط بعض في ادوار بعض لان الولد هياخد من ده مخرج منه. لو انا بقول لها شفت يا هانم انت عملت ايه؟ لا اصل انت السبب، انت اللي ما بتسالش، الولد خرج. انما هو عارف ان احنا بنكمل بعض. بالاضافه دور المؤسسه الدينيه سواء المسجد او الكنيسه دور مهم جدا. احنا زمان كنا زي ما بنقول كنا بنروح الكتاب نحفظ قران نتعلم، الكنيسه كان فيها كشافه وكان فيها شغل وكان 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 وكان. المفترض ان المؤسسات الدينيه تشتغل الشغل ليها دور كبير. المؤسسات دور جدا الدينية. وانا حاسس ان الدور ده قال له هو ده اللي عامل خلل في المجتمع فعلا، الخلل الاخلاقي. لان انا كنت شايف زمان كان عندنا اخلاق بصرف النظر عن الديانه كانت الدين وايه، ولكن كنا كلنا متساويين في الاخلاق. يعني ما ينفعش ان الواحد يتحدث مع والد صاحبه بطريقه مش مهذبه او يتكلم مع مامته بطريقه مش كويسه، مع مامته صاحبه مش مامته هو، بصرف النظر عن الاديان ايه. لان كانت المؤسسه الدينيه راعت الطفل من هو صغير واديته ده ان كانت الكنيسه او كان المسجد. صحيح. فطلعت معاه حاجات دي، المبادئ دي طلعت. ما ينفعش انك تعاكس جارتك، ما ينفعش تشوف جارتك حد بيضايقها وتسكت، ما ينفعش تقف قدام ابن بلد. كلمه ابن بلد دي كانت بتساوي كتير فعلا. النهارده انا معلش في جريمة حصلت، جريمة قتل، طالب قتل زميله 12 طعنة بسكينة. ده أول امبارح في المنوفية. أول امبارح في المنوفية بسبب بنت. هما طلبة برضو، هما كلهم طلبة تقريبا. جامعيين. إيه اللي يوصل الدنيا لكده؟ إيه اللي وصل الطالب إنه يستخدم العنف ضد زميله أو صديقه أو أي حد إن كان عشان خاطر بنت؟ ان هو يطعن واحد بالشكل اللي انا قريته دوت 12 طعنه تقريبا. ايه النفسيه دي؟ ايه رايك؟ هقول لحضرتك يا استاذ عمرو، بدايه العنف عند الطالب
بيبقى جاي من ان هو في تفكك اسري. التفكك الاسري ادى بيه ان هو بيفكر افكار ما فيش حد بيقدر ان هو يوجهه فيها، ما بيتكلمش، هو عايز او اتعرض لنوع من الضغط النفسي في الاسره ادى بيه ان هو يبقى شخصيه عنيفه، والشخصيه العنيفه بتبقى شخصيه عنيده، فده اثر عليه واثر على سلوكياته، بالتالي خلاه ان هو ممكن يرتكب اي جريمه من غير ما يفكر. لان اولا الوازع الديني زي ما حضرتك قلت مفيش غياب دور الاسره، فبالتالي اصبح شخصيه من جواها فاضيه، ما عندهاش قيم ومبادئ قويه تستند عليها، فبالتالي هيبتدي ان هو يرتكب اي جريمه، هيرتكب جريمه بسبب العنف اللي جواه. تمام. وده راجع برضو ان دور الاسره غاب، وغياب الوازع الديني برضو اثر على التنشئه واثر على الشخصيه فبالتالي اصبح العنف كتير جدا. طب ايه رايك في دلوقتي الاطفال، الاسره دي تهتم الاطفال الصغيرين ناحيه النفسيه والعنف، لما الطفل يكون مثلا عنيف ونفسيته كده بيضرب يتعاملوا معاه ازاي؟ الطفل اولا لما بيكون عصبي طبعا عنيف، يعني معنى كده ان هو طفل عصبي، اولا لازم الاسره يبقى عندها نوع من الوعي ازاي تتعامل مع الطفل العصبي، لان الطفل العصبي او الطفل العنيف هو بيبتدي يفرض سلوكياته على الاسره. على سبيل المثال مثلا طفل مثلا بيصرخ، طبعا الام عايزه تسكته باي طريقه، فبتبتدي ان هي ايه تنبيله رغبته، فده خطا. صح. لا احنا لازم نفهمه عشان هو بيعيط، خلاص هو عارف، لازم نفهمه. لازم نفهمه ان ده خطا. لازم تعبيرات الوش او تعبيرات الوجه بالنسبه للاب والام تبقى فيها نوع من الهدوء. بالظبط، يعني لازم تعبيرات الوجه تبقى فيها نوع من الهدوء، ولازم احسسه ان التصرف ده خطا بدون ما انا يعني اعلي العقاب جامد او يبقى العقاب فيه قسوه. لا، لازم اعرفه ان ده خطا وابتدي ان انا امتص غضبه وابتدي افهمه ايه الخطا، ولازم اسكته من دور العنف ده. لازم اسكته الاول بهدوء، لازم يسكت شويه ولو دقيقتين عشان يبتدي يفصل، ما يكملش السلوك العنيف اللي عنده. طب والضرب، الطفل ليه بيضرب؟ ده بسبب نفسيته برضه؟ الطفل اللي بيضرب بيتعرض لعنف من الاسره، يا اما في تدليل زائد او قسوه زايده. فطبعا خير الامور الوسط في التربيه. ما ينفعش ان انا ابقى قاسيه جدا، وما ينفعش ان انا اكون ادلل الطفل جامد. لا، لازم يبقى في نوع من الوسطيه في التربيه. طيب هنروح للاستاذ احمد سمير عشان خاطر الوقت برنامجنا خلص. عايزك حضرتك تقول حاجه بخصوص العنف اللي بيحصل بين الطلاب في الشارع او في المدرسه. طب هي احنا لو هنعمل روشتة في مجموعه نقاط، من الاول كل اب وام لازم يبقوا فاهمين ان حضراتكم مسؤولين عن خلق المجتمع القادم. تمام. المجتمع القادم انت كأب ليك دور ان ابنك ده يبقى مواطن صالح، وانت كأم نفس الفكرة. حضرتك هتكبر ولادك وهتنتقل الى رحمة الله، هتبقى مثل يحتذى به كأب، انه ساب للمجتمع حاجة تشرف، ولا ساب للمجتمع حاجة لا قدر الله تسئله. الأب والأم لازم يعرفوا دورهم، لازم يبقى فيه تفاهم، لازم يبقى فيه جو نفسي مترابط. حالات الطلاق بالنادي انها كل ناس تاخد بالها. نبتدي من الاول الانتقاء سواء الرجل او المرأة لحسن الاختيار عشان ما يتسببش طلاق بعد كده، لان الطلاق ده الموضوع ده عايز له حلقة لوحده. الصح، كارثة. بيطلع اول مشكلة من المشاكل. نيجي على دور المعلم. المعلم لازم يرجع زي زمان الخوجة، اللي انا لما اشوف مدرسي شايل الشنطة اجري بسرعة، كنت بجري بسرعة عشان اشيل منه الشنطة وابقى في قمة سعادتي ان انا شلت شنطته. ده انا شلت شنطة المدرس النهاردة، ده المدرس سلم عليا، ده انا دالي باسمي. النهاردة الموضوع ده مش موجود. زمايل المدرسين، حضرتك قدوة، المال هيجي بس هيجي بكرامة وهيجي بعزة نفس. نمرة ثلاثة المؤسسة الدينية. نمرة أربعة ممارسة الرياضة. تمام. لازم الولد يمارس رياضة عشان يفرغ الطاقة فيها. تمام. انا هختم حلقتنا النهارده واقول للساده المشاهدين، انا النهارده اتكلمنا في موضوع ما ينفعش فيه حلقه، ده احنا عايزين فيه بعض الحلقات عشان نقدر نستفيد ونقدر نوصل التوعيه المظبوطه للناس في البيت، الاهل،
الأصدقاء المتعلمين واللي مش متعلمين على كل نطاق مصر. احنا عايزين نحسن من سلوكيات أولادنا ونعلمهم تعليم أفضل من التعليم من زمان. والنهاردة في نهاية حلقتي بشكر السادة ضيوفي الأستاذة هالة عمر الأخصائية النفسية والأستاذ أحمد سمير مدرس أول اللغة العربية بإدارة السلامة التعليمية. وفي نهاية حلقتنا النهاردة بشكر علا عمر. شكرا يا علا، وأقول لكم إلى اللقاء في حلقة جديدة إن شاء الله الأسبوع القادم. شكرا.